السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي الذكاء الاصطناعي بيخترع لك افكار جميلة تبدأ بيها مشاريع، حاطط لك مشاريع كتير جدا، كل عليك ان انت تقرا. لو عجبك المشروع اوكي، ما عجبكش زيحه وخش على التاني اللي بعديه. دي كلها مشاريع ممكن تفكر فيها وتستخدم الذكاء الاصطناعي في ان انت تعمل شركة ستارت اب من غير ما تدفع فلوس، من غير اي حاجة خالص. تقدر تشوف الافكار وتختار الفكرة اللي انت عايزها. الموقع اسمه ادياز اي اي بار باي اوبن اي اي. هتلاقي افكار جديدة، في حاجات ناس كتيرة ادتها اوكي، فدي مرشحة. تقدر تشوف الافكار زي مثلا موقع بيبقى فيه ذكاء اصطناعي يقترح على الناس ايه الكتب اللي هم يقروها بناء على الكتب اللي قروها قبل كده، مثلا طبعة وثلاثة الابعاد تطبع الحاجات اللي انتوا عايزينها. دي تبدأ مشروع ان انت تبيع ملابس مصممة بواسطة الطلبة بحيث ان تبقى مناسبة للطلاب.